السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. اليوم هذا الفيديو أنا رح أحكي عنه ورح أشرح لكل المشاهدين اللي حيفوتوا على القناة عندي ويشوفوا شو محتوى القناة موجود عندي. أنا يا جماعة هاي القناة تبعي بتتضمن كل شيء. كيف يعني كل شيء؟ كل شيء تعليمي، كل شيء معلومات، كل شيء أخبار، كل شيء مفيد بهالحياة، كل شيء ممكن يساعد بطرق الحياة، من شراء، من بيع، من معاملات مثلا بألمانيا، تعليم، يعني كتير شغلات، ومن فتح حساب بنك، من تعاملك مع السوشيال ميديا، من تعاملك مع البشر، من تعاملك مع هالدنيا، من تعاملك مع التكنولوجيا، من تعاملك مع أي شيء بتخص الأطفال، يعني فيها قصص للأطفال، بتخص المجتمع، فيها قصص للمجتمع، فيها أخبار للمجتمع. يعني هاي القناة بصراحة هي اسمها قناة منوعات تعليمية، تمام؟ يعني أنا حنزل فيها كل شيء، يعني كل شيء أفكار مثلاً أنا بشوفها، كل شيء أخبار بتجيني، كل شيء معلومات بتجيني عن السوشيال ميديا ولا عن برامج ولا عن اي شيء بيتعلق بالحياة، من اخبار، من كل شيء، يعني اي شيء بيكون فيه بفائدة بدي احكي فيه، تمام؟ فانا هذا الفيديو عم بحكي هلأ للناس اللي حيفوتوا يشوفوا شو هي القناة اللي هي قناة منوعات تعليمية. انا قناتي بتحكي عن هذا الشيء والمواضيع كلها هي اللي ذكرت لكم اياها، تمام؟ بعتذر من الناس اللي بيحبوا الأقنية يلي فيها أشياء خاصة، يعني إنه اليوتيوبر يفوت يحكي عن أشياء الخاصة، ولا يفوت لداخل بيته بالكاميرا، ولا يفوت بأموره وحياته الشخصية بالكاميرا ويعرضها للناس. مع احترامي للكل، طبعا أنا بحترم كل الناس، كل مين هاليوتيوبرية اللي عم يعمل مثلا المحتوى اللي هو مثلا بيحكوا فيه عن حياتهم الشخصية وشو عملوا وشو ساووا وقديش اجاهم مصاري وقديش راح منهم مصاري وشو عم يدفعوا وشو عم يعملوا وشو عم يساووا. هاي الحياة، يعني هاي الشغلات انا بعرف انه بتفيد الناس كتير، الناس بتحب انه تشوف هالقصص، هي شو عم يصير، شو عم يعملوا، شو عم يصير بالدنيا. بس كمان انا في عندي وجهة نظر بصراحة، انا بالنسبة لي يعني هاي نظرية شخصية بصراحة، انه انا بصراحة يعني ما بفضل اني فوت الكاميرا على بيتي ولا على حياتي الخاصة ولا على اموري الخاصة، ولا انا احكي شو ساويت وشو عملت وامتى رحت وامتى اجيت وامتى اجاني ولد وامتى سقطت ولد. يعني هي الامور برجع بقلكن، انا مع احترامي للكل، كل مين حر برأيه وكل مين هو بيعرف شو بده يساوي وشو عم يساوي وشو عم يعمل، فانا ما دخلني بحدا. بس انا عم بحكي هي الفكرة ليش؟ لأنه في ناس ما بيهمها موضوع قناتي، يعني بيقول لك قناته هذا تعليمية، هي شغلات عادية، صحيح قناة الشيء اللي عم أقدمه أنا طبيعي وعادي، تمام؟ بس في ناس الحمد لله فضل رب العالمين عم تقدر هذا الشيء وعم تفوت تدعمني، وبتشكر كل الناس اللي عم تفوت تدعمني بهي القناة. وبالنهاية يعني بالنهاية كل مين عنده قناة عم يفوت مثلا يشوف عندي فيديو بالقناة ويستفاد منه مثلا وما يشترك بالقناة، طب ما أنت عندك قناة، يعني انت عندك قناة وانت بتعرف انه انت قديش بيهمك يكون في عندك مشتركين، مشان انت تحسن بقى تستفاد من هالقناة اللي انت عم تشتغلها والمعلومات اللي عم تنزلها، تمام؟ يعني بس بدي اعطيكم مثال بشغلة. انا هلأ اذا تفوتوا لعندي على القناة بتشوفوا القناة تبعي، في عندي فيديوهين ثلاثة او اربع فيديوهات تقريبا عليهم مشاهدات تقريبا بحدود 2000-2200 تقريبا مشاهدة خلال شهرين او ثلاثة شهور. طب هدول 2200 ولا 3000 شخص يفاتوا شافوا هذا الفيديو واستفادوا منه، لو بس منهم 1000 واحد مشترك عندي بالقناة، ما كانت القناة هلأ مشي حالها وماشي وامورها بخير؟ وهي ماشية طبعا الحمد لله، مو انه ماشي ورح تصير بإذن الله. بس انه هاي الفكرة، يعني بفوتوا بيشوفوا مثلا الفيديو بيستفادوا منه، بيستقصوا علينا اللايك واشتراك بالفيديو. طب ليش؟ ليش يعني بس يفهم ليش؟ والله ما رح يأثر عليكم الاشتراك، ما رح يأثر. يعني اوكي وقت حتشترك بالقناة رح يجيك مثلا من عندي اشعار اذا نزلت فيديو، بامكانك تعمل له حذف وخلصي، ما في يعني خلص اذا مالك حابب تشوفه او تشوفيه. فما بعرف يعني والله، الله المستعان. يعني انا رح اعمل اتفاق معكم، مثلا يلي بيفوت على قناتي بيشوف فيديو بيتابعه وبيعجبه يعمل لي على الفيديو تعليق انه تم الاشتراك، وانا فورا رح افوت على قناته او قناتك واشترك نفس القناة، لانه نحن هيك لازم ندعم بعض.
إذا ما دعمنا بعض هيك ما بيمشي الحال. فأنا مثل ما قلت لكم بالنسبة لقناتي هي قناتي وهي المحتوى اللي أنا عم أقدمه، وأنا بيشرفني كل الناس وكل الأطياف تفوت على قناتي وتشترك بالقناة. ويعني أنا ما بقول لكم قناتي بروفيشنال، ولا بقول لكم قناتي يعني فيها كتير كتير شغلات بروفيشنال، بس عم أقدم اللي الله عم يقدرني عليه واللي أنا عم بحسن إني أقدمه وشوف شو بحسن إني أقدم. تمام؟ فهذا الموضوع أنا حبيت أحكي وأعملكم فيديو خاص بالقناة عندي، مشان كل مين بده يفوت عندي على القناة ويشوف المحتوى القناة ويشوف شو هي القناة يعرف شو محتوى القناة تبعي. تمام؟ هلأ ممكن كبداية، أنا ممكن كبداية مثل ما يعني مثل ما كن شايفين قناتي فيها شغلات بسيطة، معلومات بسيطة، شغلات بسيطة، أوكي ممكن ما تفيد ناس كتير يعني مثلا، بس يعني أنا فيني قلكن إنه أنا كمان بدعمكن وانتو الدعم اللي بتكون تقدموا لي للقناة من اشتراك من لايك من متابعة رح تصير القناة ان شاء الله، وبعدين بالمستقبل رح تشوفوا شغلات كتير كتير حلوة. يعني بصراحة انا رح يعني انا ما بدي لكم ما بدي كتر كتير بالكلام، بس يعني القناة ان شاء الله انا في هدف براسي انه ان شاء الله حتكون للخير، يعني مستقبلا ان شاء الله وتحصير فيه مردود، حيصير في دخل حلو بالقناة إن شاء الله، راح يكون في أفعال خير كتير 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 بإذن الله، وراح تكون باسم رب العالمين واسم القناة واسم المشتركين اللي حيكونوا بالقناة. يعني الناس حتقول يعني أنت هلا تعمل مثل أبو فلة، إيه بدي أعمل مثل أبو فلة. يعني أبو فلة بصراحة إنسان محترم جدا جدا، والشي اللي عم يقدمه بتمنى كل اليوتيوبرين الناجحين يقلدوا له ولو 1% لأبو فلة، لأنه بصراحة اللي عم يعمله شيء حلو وشيء ظريف وعم يقدم كتير شغلات لوجه الله، والله حيبارك له. فمحتوى القناة إن شاء الله مثل ما عم بقولكم مستقبلا وقت اللي حتصير وحتنجح إن شاء الله راح تشوفوا شغلات كتير 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 حلوة إن شاء الله، وراح تسر الجميع لأنه راح يتقدم باسم القناة واسمكم أنتم كمشتركين عندي بالقناة، راح يكون إن شاء الله شيء بيرفع الراس وله كتير إن شاء الله فوائد وثواب كبير ان شاء الله عند رب العالمين. ما فيني احكي انا كتير يعني انه شو، لانه الواحد لازم بيقولوا لك انه اذا عطيت بايدك اليمين ما لازم تدرى ايدك الشمال شو انت عم تعمل، بس انا بالمستقبل وقت حيكون هذا الشيء صاير رح ينعرض شغلات من النجاحات اللي عملناها، بس شغلات لا رح ينعرض صور اشخاص ولا رح ينعرض اسماء اشخاص انه والله احنا عطينا واحنا عملنا لا، أي شغلات كلها خاصة بالناس اللي عم تاخد من مال رب العالمين إن شاء الله إذا الله يسرنا ونجحت القناة، ما راح يكون منا نحنا فضل منا، حيكون فضل من رب العالمين إن شاء الله. فلا ما لازم يتصور هذا الشيء كله يعني، بس راح نتصور شو المشاريع اللي انعملت إن شاء الله. تمام تمام يا أخواتي، هذا هو موضوع قناتي وهذا هو مشروع قناتي، وإن شاء الله أنا بدعمكم وانتو اذا حابين نكون نحن في إلنا بصمة بهالحياة، فبتمنى انو تدعموني وتشتركوا بالقناة. وهلأ كل الناس حتقول اوكي هذا هلأ عم يحكي حكي انه بكرة بس يصير ويتصور ولا ما عاد نسمع عنه شو لا عاد نشوفه، لا هذا الكلام مو مزبوط. ليش؟ من اول شغلة هذا عهد بيني وبين رب العالمين، رب العالمين هو عالم بالنوايا وهو عالم بكل شيء، وتاني شغلة هذا عهد بيني وبينكم انتو. تمام؟ فهذا الشيء رح يكون ان شاء الله قول وفعل بإذن رب العالمين، وإذا الله راد وإذا الله كتب لنا نكون هيك إن شاء الله. تمام؟ فرجاء إذا عجبكم الموضوع عجبكم محتوى القناة والشي اللي حكيته واللي بدنا نعمله اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك دائما للفيديوهات حتى نحسن نكبر أكثر وأكثر وأكثر ونحسن نقدم شيء لهالمجتمع بإذن الله. تمام؟ هذا كان الفيديو تبعي لليوم بالنسبة لموضوع قناتي حتى تعرفوا شو هو محتوى قناتي. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.